السلام عليكم، أنا زنوبيا ببغداد، أرحب بكم بقناتي زنوبيا تشانل. وحبيت اليوم أعرفكم على علاجات للبشرة سويتها بالفترة الأخيرة، وهي الهايفو والتقشير الكربوني، فتابعوا وياي الفيديو حتى تتعرفون عليها. اليوم بنات حبيت أعرفكم على علاجات للبشرة سويتها بالفترة الأخيرة، وهي البوتوكس والهايفو والرستالين والتقشير الكربوني. اني قبل ما ابدي احكي عن هذه العلاجات، اكيد انه انتم راح تسالون عن الاسعار. اني يعني سويتها كانت اكو عليها عروض، فسويتها من ضمن العروض، بس مع ذلك راح اكتب لكم اسعار العروض في صندوق الوصف، وراح اكتب لكم اسم العياده او الدكتوره اللي سويت عندها هذه العلاجات في صندوق الوصف. اذا حبيتوا انه انتم تشيكون او حبيتوا انه انتم تسوون وحده من هذه العلاجات، فعلى الاقل راح تعرفون المكان وتعرفون الاسعار. وطبعا مثل ما قلت لكم هي اسعار عروض، يعني هذه ممكن ما تكون الاسعار الاصليه. اني سويت البوتوكس قبل اسبوع تقريبا، وسويت الرستالين قبل يومين، فهذه البوتوكس والرستالين راح احكي عنهم بعد اسبوع، لانه اريد اشوف النتيجه، تبين نتيجتها حتى اقدر اطلع واقول النتيجه النهائيه مالتها. اني اليوم راح احكي عن الهايفو، وراح احكي عن التقشير الكربوني، وهمين راح احكي عن الاكراتين، لانه عندي متابعه طلبت انه اني احكي عنه، وراح اعرفكم شنو العلاقه، لانه راس راح تشوفون من الكلام راح تشوفون شنو العلاقه بين يعني المواضيع. راح ابدي بالتقشير الكربوني، وراح اعرفكم على الجلسات هي شلون تصير الجلسه وشنو النتيجه مالتها. اني تدرون بي واللي متابعني هنا بالقناه يعرف انه اني استخدم كريم الاكراتين، وحاكي عنه اكثر من مره. هذا الكريم بنات هو يعالج كل مشاكل البشره. من بديت استعمله واني عندي تصبغات وكلف، لاحظت بالفترة الأخيرة أنه هي بدأت شوية تبين أكثر، تبرز أكثر بالوجه. ليش؟ لأنه الأكراتين يطلع التصبغات ويطلع الكلف ويطلع مشاكل البشرة للسطح، يعني هي إذا كانت تحت الجلد فهو يطلعها. حتى بعدين أنت تجين تسوين تقشير وتعالجين هذه التصبغات بشكل نهائي. فلاحظت أنه هي بدأت تطلع عندي، تزيد عندي بالفترة الأخيرة، لأنه الأكراتين هو يطلعها للسطح، وهذه هي فائدة الأكراتين. يعني هو هذا الكريم سعره 4000 دينار، بس الفائدة مالته تعادل فد 100 ألف 200 ألف، يعني المهم. فمن بدأت تبين عندي التصبغات بشكل كبير، أنا حكيت لكم عن التقشير الأخضر البارد، قلت لكم رحت سويته لأنه أريد يعني أشيل هذه الطبقة اللي صارت على الوجه. فشل التقشير هذا تماما، التقشير هذا فاشل تماما، فما شال عندي أي شيء. من سويت التقشير الكربوني زال التصبغات اللي طلعت على سطح البشرة، فهو التقشير الكربوني كلش من هاي الناحية، يعني أني من هاي الناحية شفت فرق عليه. شلون تصير جلسة التقشير الكربوني؟ بكل بساطة هي البنية يعني اللي تشتغل توزع الطبقة من المادة من الكربون، يعني هي المادة الكربون على الوجه، و تبقى فترة 10 دقائق، وبعد 10 دقائق طبعا هي راح تجيب نظارة تغطي العيون، لأنه هي راح تشتغل بالجهاز، والجهاز يوجه فد حرارة أو فد شيء على الكربون اللي على الوجه، بحيث راح يشيل الكربون أو يبخر الكربون. لما يتبخر الكربون راح يشيل وياه الطبقة السطحية من الجلد، وطبعا أني مثل ما قلت لكم شال طبقة التصبغات اللي ظهرت عندي على البشرة. فبعد ما كملت الجلسة تماما، وطبعا اكو هيجي احساس مثل التشكات، شلون التشكات تصير على الوجه، يعني ما ممكن، مو انه هي مؤلمة كلش، يعني تقدرين اذا انت سويها تقدرين تحتملين الموضوع، بس اكو حول الفم، يعني أني لاحظت شوية أكو ألم يعني حول الفم، عادي واحد ممكن يعني يتحمله مو مشكلة. بعد ما خلصنا من الجلسة خلاص بعد هاي خلصنا، يعني شوية يبقى احمرار بالوجه وبعدين يروح ثاني يوم، يعني هي رأسا تبين نتيجة الجلسة سريعا، يعني تبين نتيجة سريعة. اللي لاحظته شنو؟ أنا قلت لكم شال الطبقة السطحية اللي بيها التصبغات، نعم شفت فرق عليه من هالناحية. يحسن المسام بس ما يعالجها تماما، يحسن المسام،
إذا أكو خطوط بالوجه مين راح يحسنها؟ يعني هو ما شال الرؤوس السوداء، يعني ممكن تكون خففها، ممكن خففها، أو يعني ما شفت فرق عليها، ما شفت إن هو شالها تماما، فممكن إن هو هذا شغلة الرؤوس السوداء، ممكن إن هو ما يشيلها. بس عموما هو التقشير حلو، سريع، عملي، نتيجة سريعة، تحصلين منه نتيجة سريعة. فهذا هو جلسة هسه راح احكي لكم عن الهايفو. الهايفو بنات هي تقنية لشد البشرة. انا ما راح احكي لكم عن الجهاز وهذه الامور وادوخكم، لا، وانما راح اعطيكم المفيد. من انت تروحين تسوين هايفو بالعيادة او مركز تجميل، اول سؤال راح تسأليهم كم نقطة يعني راح اسوي؟ يعني اكو نقاط الهايفو، نقاط اكو 200 نقطة، اكو 400 نقطة، اكو 600 نقطة. فحاولي انه انت تاخذين ابو ال 600 نقطة، لانه هو هذا يعني احسن شيء. هذا النقاط يعني ضربات، عدد الضربات. الهايفو هذا بنات، طبعا البنية خلت لي طبقة سميكة من المخدر على البشرة، هاي لازم طبقة سميكة وما بأذية يعني، بس يعني هسه راح أشرح لكم الموضوع شلون يصير. فخلت لي طبقة ثخينة يعني من المخدر على الوجه، وبعدين بدأت تشتغل بالجهاز تمشي على الوجه. هو ينطي موجات يعني تدخل إلى داخل الجلد، هو ما له تأثير على الجلد، هاي حتى تكونون على علم، يعني هو ما له أي علاقة بالجلد، ما راح يأثر على الجلد، ما راح يشد الجلد، أو إنه هو يشد المسام، أو إذا أكو حفر راح يعالجه، لا، الموضوع مو هنا، هو شغله كله على داخل الجلد، الطبقات الداخلية بالجلد. فمجرد ما إنه هي بدأت توجه الجهاز وتشغله على بشر، لاحظت إنه أكو شد من داخل البشرة. فهذا الشد بعدين هي كملت الجلسة، طبعا أكو شوية ألم على الجبهة أو القصة، شوية ألم أكو، بس عادي يعني أنت تقدرين بالمخدر تخلين طبقة من المخدر ما راح تحسين بألم. هو الجهاز مو مؤلم، بس يمكن على شوية القصة يعني شوية يعني تأذيت شوية، بس عادي، محتمل الألم محتمل. هذا الجهاز يعالج ترهل البشرة، هو يشتغل على ترهل البشرة. أني عندي وجنات، يعني عندي وجنات، فلاحظت أن وجناتي بالفترة الأخيرة يعني بدأت شوي شلون تترهل أو تهطل أو تنزل. فلاحظت بعد العلاج لا، أنه هذا كأنما هو فد شيء نازل من مكانه، والجهاز بعدين الجلسة هذه رجعت هذا الشيء لمكانه، يعني وجناتي مثل رجعت لمكانها، مثل كانت هاطلة وبعدين رجعت لمكانها. أنا سألت الدكتورة، قالت الدكتورة كل 3 أشهر جلسة، بس هو أكو يعني أكو أطباء يقولون كل 6 أشهر، كل 9 أشهر، يعني حسب الحالة، يعني أتصور أني حسب الحالة. بس هو فعال بالترهل، هو فعاليته من 10% إلى 30% يشد أو يعالج الترهل، هذه الفعالية 10 إلى 30%، أو حسب الحالة. يعني أنت إذا في نهاية الثلاثينات وبداية الأربعينات ورحت سويتي راح تشوفين عليه فرق، بس إذا ترهل قوي أو مثلا نهاية الخمسينات وتريدين تسوينه وكان ترهل قوي، ممكن أنه أنت تسوين خيوط للوجه، ممكن تسوين الجلسة الهايفو، أو ممكن تسوين خيوط للوجه. فهذا هو ما يخص العلاج الهايفو، هذا هو ما يخص علاج الهايفو وتقشير الكربوني. إن شاء الله راح أسوي لكم فيديو على السنة الجديدة، كل عام وانتم بخير، إن شاء الله سنة سعيدة مباركة علينا. راح أسوي لكم نتيجة البوتوكس والريستالين حتى تتعرفون عليها. أتمنى أنه هذا الفيديو اليوم عجبكم واستمتعتوا به. أخيرا أقول اشتركوا بالقناة، فعلوا جرس الإشعارات، إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وتابعوني على مواقع التواصل الظاهرة على الشاشة، ولي تلقون رابطة في صندوق الوصف. تحياتي لكم وشكرا.